السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وألف خير. معاكم ام احمد من مطبخي، مطبخ البيت المعمور. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض صينية اللحمة بالبصل، احلى صينية لحمة بأمر الله. دي الصينية اللي هنعمل فيها اللحم. هولع عليه، احط في الصينية معلقة سمنة، هوزع معلقة السمنة كده في الصينية، وطبعا هنسيب السمنة تسخن. ودي اللحمة اللي هنشوحها في الصينية. طبعا بتجيبوا اللحمة من اي نوع لحمة انتوا بتحبوه، اعملوا منه صينية اللحمة بالبصل. اهم حاجة تكون اللحمة متقطعة شرايح بالشكل ده. بنجيبها من عند الجزار، بنقول له قطعها لنا شرايح. طبعا هنسيب اللحمة لما تاخد لون، وبعد كده نقلب بقى على الناحية التانية. وطبعا اللحمة نزلت المية بتاعتها ازاي. طبعا مش هنحط لحمة غيرها في الصينية تتشوح، لما اللحمة اللي حطيناها دي ميتها تنشف وتاخد لون معانا. وادي اللحمة المية اللي نزلتها كلها نشف، وطبعا هنخليها تاخد لون كارمل كده. وبعد ما اللحمة اتشوحت معانا وخدت اللون المكرمل دوت، هنطلعها طبعا. وبعد كده هخلص كل كمية اللحمة بالشكل اللي عملناه مع بعض ده وارجع له. وبعد ما شوحنا اللحمة وديناها اللون المكرمل الجميل، دي المية اللي هنسلق فيها اللحمة. حاطة فيها بصلتين، وهحط مع البصلتين 3 ورقات لورا، معلقة فلفل اسمر، معلقة زعتر. الفلفل الاسمر والزعتر بمعلقة صغيرة. وبعد ما حطيت المكونات في المية اللي هنسلق فيها اللحمة، هنحط بقى اللحمة في المية. طبعا المية سخنة وقربت تغلي. وبعد كده واللحمة بتستوي، لو عزت مية بنحط لها مية سخنة. وطبعا هنغطي الحل، هسيب اللحمة تستوي وارجع لك يا حبايبي. وبعد اللحمة ما استوت معانا، هحط لها معلقة فلفل اسمر ومعلقة زعتر والملح. طبعا الملح على حسب الكمية اللي انتوا عاملينها، وبنحط الملح وتاخد غلوة وبندوق الحاجة. لو عايزة ملح بنحط له. ودلوقتي هحط الملح والزعتر والفلفل الاسمر. حتتين لحمة ايه يا حبايبي، عجب العجب. وطبعا هخلي اللحمة تاخد غلوتين مع الملح والفلفل الاسمر والزعتر. غلوتين مع الملح والفلفل الاسمر والزعتر. وبعد ما اللحمة خدت غلوة مع الملح والتوابل، هطفي عليها واطلعها من الشرب. طبعا لو عندكم عظم اللي هو بتاع اللحمة اللي هي بتبقى الماسورة دهيت، حطوا حتة مع اللحم، خلي الشوربة طعمها جميل جدا. وبعد ما طلعت اللحمة من الشوربة، هسيبها تبرد ونجهز البصل اللي احنا هنعمل بيه اللحم. بص الشوربة عاملة ازاي يا حبايبي، ما شاء الله، شوية شوربة يرموا العظم فعلا. ودي الصينية اللي هعمل فيها البصل، هولع عليه. وبعد كده هحط معلقة سمنة. وبعد ما السمنة فكت، هحط عليها البصل، شوية بصل حلوين كده متقطعين شرايح. طبعا البصل ده كله هيذبل، مش هيبقى كمية كبيرة كده. وبعد ما حطيت البصل في الصينية هقلب البصل لحد ما يذبل معايا. وبعد ما البصلة دبت معانا، هحط عليها 5 فصوص ثوم متقطعين بالسكينة، و4 فلفلات حار متقطعين دوائر. وبعد كده هحط التوابل على البصل، معلقة كمون، معلقة فلفل اسمر، معلقة كزبرة ناشفة، التوابل بمعلقة صغيرة. وبعد كده هقلب كل التوابل بقى والثوم والفلفل في البصل كده. هنقلب بقى كل المكونات دهيت مع البصل. وبعد ما قلبت البصل دبل مع الثوم والفلفل، هنحط معلقتين صلصه طماطم من اللي بنعملها في البيت. وبعد كده هحط الشوربه، هحط حبه شوربه من شوربه اللحمه اللي عملناها مع بعض، شوربتها روعه.
وبعد كده هقلب البصل مع الصلصة مع الشوربة كده، وطبعا هحط شوية ملح على البصل. وقبل ما نحط الملح بندوق الحاجة الأول عشان الشوربة عليها ملح، بس طبعا البصل فيه نسبة سكر فلازم بيبقى عايز شوية ملح. طبعا هسيب البصل مع كل المكونات اللي حطيناها ده هي تاخد كام غلوة وارجع لكم. وبعد ما البصل خد كام غلوة مع الشوربة وكل المكونات، بعد كده هطفي على البصل ونشوف هنعمل ايه. وبعد ما البصل استهدى دي الصينية اللي هنعمل فيها اللحم، هحط فيها نص البصل اللي عملناه مع بعض كده، بنوزع البصل في الصينية كلها. وبعد ما حطيت نص البصل في الصينية هرص عليه اللحمة. وبعد ما رصيت اللحمة في الصينية هحط عليها بقية البصل ونوزعه على الصينية كلها كده. وبعد ما وزعت البصل على وش صينية اللحمة اهو، هقطع على وش الصينية كده فلفلتين حار دوائر كده، هنوزعهم على وش الصينية كده. وبعد كده هنمسح احراف الصينية. طبعا هقفل صينية اللحمة بورق الفويل. وبعد ما قفلت صينية اللحمة بورق الفويل هحطها في البوتاجاز على الشبكة من النص على درجة حرارة أعلى حاجة وارجع لكم. ودي يا حبايبي صينية اللحمة بعد ما طلعتها من الفرن، ما شاء الله. بصي يا حبايبي صينية اللحمة عاملة ازاي، سبتها في الفرن لحد ما نشفت من السوائل خالص، مش مستحملة الشوك. بصي يا حبايبي اللحمة عاملة ازاي، استوت جدا جدا جدا. واعملوا صينية اللحمة بالبصل بطريقة أم أحمد وبأمر الله فوق الوصف. ولو عجبكم الفيديو لايك وشير واشتراك للقناة ودعواتكم يا حبايب. نلتقي في فيديو جديد، كل عام وانتم بخير وبكامل الصحة. سلام.